اهلا بكم، حلقه جديده من برنامج نهايه الاسبوع. حلقتنا النهارده بتضم كالعاده عدد من الملفات عربيه وعالميه اللي حدثت خلال الاسبوع. بنستعرض تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور اشرف ابو السعود، الكاتب الصحفي بالاهرام. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. يعني بنبدا ملفاتنا بزياره الرئيس طاجيكستان امام علي رحمن للقاهره، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله بقصر الاتحاديه. أقيمت لضيف مصر مراسم استقبال رسمية وعزف السلامان الوطنيان للبلدين. يعني برحب بحضرتك يا دكتور، وكيف ترى هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات خاصة مع وضع طاجيكستان؟ شوفي حضرتك، المتابع للخريطة العالمية سيجد أن هناك أحداث جسام حصلت خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا، كان لها أبعاد منذ أكثر من 6 أشهر. الجميع دلوقتي بيحاول يعمل توفيق للأوضاع أو قراءة من قريب للأوضاع والمشهد السياسي العالمي. الصراع اللي حصل دائر الآن أو ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا الآن تدخلت فيه دول كثيرة جدا. هناك لغط بشأن إجراءات دولية يمكن أن تتخذ بهذا الخصوص، وبالتالي تصبح هذه الزيارة هامة جدا لنقل وجهات نظر ورؤى وتبادل معلومات بين الطرفين لضمان استمرار حالة هدوء يمكن أن تقوم بها القاهرة أو أي ضيف آخر. ده من وجهة نظري أمر يحدث الحقيقة في الأزمات الدولية الكبرى. مصر دولة محورية لها دور كبير جدا على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي والعربي كمان، وبالتالي هذه الزيارة تأتي في توقيت فارق لتبادل وجهات النظر وبحث آخر المستجدات في الوضع الدولي الراهن. أهمية مصر لدولة كطاجيكستان بموقعها الجغرافي طبعا المفهوم، إيه أهمية مصر والدور المصري لدولة زي طاجيكستان؟ شوفي حضرتك، الأهمية بتكون على المستوى السياسي. ثقل مصر الحقيقة ليس سياسيا فقط ولكن جغرافيا، و تاريخ مصر الحقيقة وعلاقات مصر المتشابكة والرؤية المصرية الثابتة التي لا تتغير إزاء المواقف في القضايا الدولية، ده اللي بيمنح مصر ثقل وبيخلي رأيها يؤخذ به. كمان في حاجة مهمة قوي، الشوط اللي قطعته مصر في القضايا السياسية الداخلية بتاعتها أمام العالم ومواقفها المتزنة أمام كافة القضايا اللي بتواجه مصر، جعلت من صوت مصر صوت مسموع، صوت محترم، صوت يؤخذ به في خلافات وقضايا سياسية مختلفة. ده في حد ده ردي على انه ليه مصر مهمة. ممكن تعرفي كمان انه يطلب من مصر، ومصر هي قالتها الحقيقة، ان هي بتنشد دائما، بيان وزارة الخارجية بتنشد دائما حالة الاستقرار على المستوى الدولي، لانه في النهاية المجتمعات عندما تكون مستقرة يحدث حالة من الرخاء، حالة من سير الامور الدولية على نحو جيد جدا. يعني بننتقل من هذه الزيارة إلى زيارة أخرى مهمة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية. دلالات هذه الزيارة في تلك الأوقات اللي بتمر بها المنطقة العربية والعالم بأسره. نتابع التقرير وعودة إلى ضيفي في الاستوديو. مخزن كبير ورسالة واضحة للمنطقة والعالم وراء الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيسي للمملكة العربية السعودية، وسط التطورات والمستجدات الدولية والإقليمية بالغة الدقة والحساسية التي يشهدها العالم كله الآن وما تتطلبه من تنسيق وتشاور بين الأخوة والأشقاء. فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين سيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري،
كما تناولت تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد الأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، سيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة في المنطقة. وقد أكد الرئيس السيسي في هذا السياق على أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به. برحب من جديد بضيفي في الاستوديو الدكتور أشرف أبو السعود الصحفي بالأهرام. هاخد مما ذكر في التقرير وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على أن أمن الخليج هو أمن قومي لمصر. التنسيق والزيارة دي حصل فيها يعني تفاهمات عن مجمل القضايا العربية والدولية، أهمية الزيارة وأهم ما تم مناقشته في هذه الزيارة. عايز أقول لحضرتك أن العلاقات المصرية السعودية علاقات قديمة الأزل متجذرة، يوجد في طبعا حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 7.5 مليار دولار، حوالي 500 اكثر من 500 مشروع هنا في مصر لوحدها. السعودية لها 6000 مشروع، مصر لها 1200 مشروع استثماري في السعودية، المملكة العربية السعودية. عدد السعوديين الموجودين في مصر 500,000، الموجودين في المملكة العربية السعودية 3.5 مليون مصري. العلاقات قوية وروابط تاريخية بين الطرفين. زي ما قلت لحضرتك انه الخريطة العالمية مشتعلة الحقيقة، محدش عارف ايه هو ملامح انتهاء هذه الأزمة وما يترتب عليها وما يتصل بها من أطراف نزاع. فبالتالي كمان لاحظي انه في امر دخل متغير دولي، انه في اتفاق نووي ايراني امريكي. كمان الصراع في منطقة البحر الاحمر ده بعد وعمق استراتيجي مصري سعودي. السودان واليمن بالضبط، في توافق لازم يبقى بين الطرفين على حماية المصالح الاستراتيجية لكلا الدولتين. المصالح الاستراتيجية مش مصالح عسكرية فقط، ولكن هي مصالح اقتصادية، هي فكرة البقاء. نعم. البقاء سالما من أي مخاطر يمكن أن تحدث نتيجة الأحداث الدولية الموجودة. فالزيارة الحقيقة في مجملها هي تأكيد لعمق العلاقات بين البلدين، وتأكيد على حفاظ كلا البلدين على أمن المنطقة والمشاركة في هذا الأمر. وأكبر جيشين في المنطقة في الوقت الحالي مصر والسعودية، مع التسليح اللي بيحصل كمان للجيشين. وهم لهم ثقل الحقيقة دولي، لهم ثقل دولي كبير، ولهم رأي دولي معتبر يسمع إليه. نعم. ده في حد ذاته يمثل ضمانة لأمن المنطقة في جزء منطقة الخليج، فيها تأمين لهذه المصالح. وبالتالي كانت الزيارة هامة جدا وتوافقية في ملف الإرهاب وملف الأمن وملف الأبعاد الاستراتيجية المحيطة بكلا الدولتين. طب يعني هل يعد هذا اللقاء تمهيد للقمة العربية المرتقبة؟ شوفي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، معلش، خصوصا في ظل عدم الاستقرار اللي في المنطقة ككل. هو القمة هتعقد، هي تأجلت الحقيقة، لها تعقد في الجزائر إن شاء الله. هي تأجلت علشان جائحة كورونا، وكان قيل تردد أقوال إنه سوريا ستعود مقعدها مرة أخرى. الاجتماع اللي حصل امبارح وخلص في ساعة متأخرة، ما كانش فيه توافقات على رجوع سوريا، ولكن كان فيه اتفاق بانه القمة يعني هتحدث في الجزائر في مطلع الشهر القادم بإذن الله. القمة يعني تجمع عربي إيجابي لمناقشة القضايا المشتركة وسبل التعاون وتعزيز العلاقات بما يضمن أمن كل الدول في إطار عربي موحد.
اعتقد انه كمان القمة المصرية السعودية ناقشت الحقيقة هذا الامر، وناقشت كمان الامر المتعلق بليبيا. نعم. لانه لاحظي حضرتك انه رئيسي حكومة بالضبط، وانه كمان مصر والمملكة العربية السعودية كان لها دور كبير جدا في استقرار الاوضاع في ليبيا وتهدئة الامور بين طرفي النزاع في ليبيا، لانه زي ما حضرتك عارفة ليبيا تمثل عمقا استراتيجيا لمصر، ايضا ليبيا تمثل عمقا استراتيجيا على البحر المتوسط مهم جدا. فالتوافق بين الطرفين دولت في هذه يعني في هذه القمة حول هذا الملف كان توافقا وتفاهما مهما جدا، يضيف الى حالة التهدئة التي مزمع ان تحدث في ليبيا ان شاء الله. يعني بكلمة حضرتك دي بختتم الملفات دي، بنتقل ملف يعني اخف شوية من هذه الصراعات، واحتفال مصر بيوم الشهيد ويوم المرأة العالمي. نتابع تفاصيل في التقرير ونعود مرة اخرى مع ضيفي في الاستوديو. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن معاناة أهالي الشهداء، وعلق على العرض المسرحي رسالة نور والذي تم عرضه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة، والذي يستعرض قصة أسرة تتلقى خبر استشهاد ابنها الضابط. كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حياة الضباط واستعدادهم للشهادة. شهدت السيدة انتصار السيسي احتفالية يوم المرأة المصرية تحت عنوان المرأة المصرية أيقونة النجاح، وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية. وأكدت السيدة انتصار السيسي أن المرأة المصرية أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل، مشيرة إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بمكانة المرأة المصرية وتقديره لدورها في المجتمع. وكرمت السيدة انتصار السيسي العديد من السيدات في كافة المجالات لدورهن الفعال في المجتمع. يعني طبعا ملف مهم، وخاصة اللي ضحوا بأرواحهم علشان في سبيل الوطن. أهمية ودلالات حرص الرئيس على حضور هذه الندوة التثقيفية ليوم الشهيد. عايز أقول لحضرتك إن يوم الشهيد ده إحنا بنحتفل بيه بمناسبة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض اللي كان في الجبهة يا فندم وأصيب. تخيلي حضرتك ان القائد عندما يرى انه كان ينبغي عليه ان يكون في مقدمة الجنود ويستشهد، ده اشارة لاهتمام واحترام وتقدير الدولة المصرية ممثلة في القوات المسلحة بكل الابناء سواء كان قادة او ضباط او جنود اللي استشهدوا من اجل تراب هذا البلد. هذا تقليد يؤكد اهتمام الدولة باسر هؤلاء الشهداء سواء في الماضي او الحاضر او المستقبل على كافة المناحي، وده في حد ذاته يعني نقدر نقول ان هو التكريم، هذا ما تستطيع الدولة ان تقدمه لأبناء هؤلاء تكريما وتخليدا لذكراهم، وكمان علشان ربط هؤلاء الأبناء بوطنهم ونذكرهم ان أبنائهم ان آبائهم وأجدادهم سالت دمائهم للحفاظ على هذه البقعة. نعم. وبالتالي سينشأ جيل جديد يحافظ على هذا الأرض، يحب هذا الأرض، منتميا لهذه الأرض. وكمان حضرتك مصافحة زوجات وأمهات الشهداء ده بيدخل السرور على أنفسهم. طبعا طبعا. وإنه الدولة مش نسياهم، وإنه نعم القصة تكريم. كانت بالظبط. وده برضو إشارة إنه هؤلاء الذين توفوا أو فاضت أرواحهم الطاهرة الكريمة من أجل الوطن هم ما كانوش بيأدوا وظيفة. نعم. هم كانوا بيأدوا رسالة، وده اللي أعتقد إنه الاحتفال بهذا اليوم هو التعبير على والتأكيد على أن هؤلاء يقومون برسالة لا يؤدون وظيفة فقط.
هل ملامح هذه رسالة دور الجيش والشرطة واصلة أو واصلة للشعب بشكل كافي، وهذه الطفرة في العلاقة ما بين الحقيقة هي واصلة طبعا، ولاحظي حضرتك أنه لا يوجد بيت في جمهورية مصر العربية أو في الدولة المصرية ليس به شهيد، نعم. سواء كان في القوات المسلحة أو من رجال الشرطة. في النهاية القوات المسلحة والشرطة المدنية منوطتان بحفظ الأمن والاستقرار المصري، نعم. كلاهما أفرادهم يعني بيقدموا أرواحهم بلا مقابل، فالدور واصل. كمان احنا لاحظنا خلال الفترة اللي فاتت انه في حالة حراك ثقافي وإعلامي، نعم. بانه يبقى في دراما تجسد هذه الأدوار الكريمة العظيمة، نعم. علشان نخلق حالة وعي لدى الأجيال القادمة بضرورة انه هذا الدور دور عظيم، نعم. وكمان نؤكد للكبار الموجودين انه الجميع بيبروز هذا الدور ويثمن هذا الدور. فلا الرسالة، لا المجتمع واعي لهذا الأمر، نعم. المجتمع مدرك لأهميته، وإن شاء الله يعني مصر لا تنضب، وسنحافظ على تراب هذه البلد بكل ما أوتينا من دماء وأرواح. يعني طبعا المجد للشهداء وأرواحهم الغالية. ملف تاني مهم وبرضو يعني دور المرأة اللي لا يقل أهمية عن دور اللي بيضحوا بأرواحهم. السبع سنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في ظل إجراءات واهتمام الرئيس بنفسه بدور المرأة. شوفي حضرتك، دور المرأة المصرية بشكل عام هو دور مشرق وجميل، ممكن ما تكونش وصلت لما ينبغي أن تصل إليه، لكن زي ما حضرتك تفضلتي خلال الفترة الخمس ست سنين اللي فاتت أعتقد أنه وضع المرأة المصرية قد تزحزح، نعم. وتقدم إلى الأمام في مكتسبات جديدة حصلوا عليها وهم أهلا لها، نعم. المرأة المصرية شريك إيجابي في كل مناحي التنمية في الدولة المصرية، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التعليمي، على المستوى الثقافي، على المستوى الفني، على المستوى الإعلامي، على مستوى الأسرة الواحدة. لا يمكن إغفال دور المرأة المصرية، وإحنا يعني عايز أقول لحضرتك أن الريادة العربية جزء منها نسائي، نعم. الريادة التعليمية المصرية التعليمية جزء منها أيضا نسائي، نعم. المرأة دلوقتي المصرية بقت يشار إليها بالبنان لأنها هنلاقيها في كل مكان، ضابطة، نعم. ضابطة في الشرطة المدنية، ضابطة في القوات المسلحة، أستاذة في الجامعة، في المعمل. يعني في النهاية احنا طبعا سعداء ان احنا بنحيي المرأة في يومها العالمي، نتمنى مزيد من الأوضاع التي تحسن او القوانين او الظروف التي تحسن من مشاركة المرأة في التنمية بالدولة المصرية. يعني هي كانت احتفالية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور السيدة انتصار السيسي. بننتقل لملف آخر وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، بنتابع التفاصيل ونعود معي مرة أخرى. حالة حذر وترقب لما تحمله الأيام المقبلة تعيش على وقعهما طرابلس، بعدما منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان فتحي بشاغة، والتي تواجه صعوبات كبيرة في تسلم مهامها، خاصة بعد احتجاز مجموعة مسلحة في مصراتة لثلاثة وزراء في حكومة بشاغة ومنعهم من التوجه إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية. كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا إغلاق حقلي الشرارة والفيل، مما تسبب في فقدان 330 ألف برميل نفط يوميا وخسائر يومية تتجاوز 34.69 مليون دولار بصفة يومية. وتزامن إغلاق الحقول النفطية مع قرار لرئيس الحكومة السابقة عبد الحميد الدبيبة بإيقاف الرحلات الجوية الداخلية في ليبيا بين مدينتي طرابلس وبنغازي، في ظل تجديده على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. في ظل تلك الأحداث المؤسفة يعيش الشعب الليبي تحت أزمة اقتصادية طاحنة وأزمة سياسية قد تشعل الفوضى من جديد.
في ظل انشغال روسيا بعملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، بدأ تنظيم داعش الإرهابي يطفو على المشهد السوري من جديد، وكثف من عملياته الإرهابية في سوريا، وذلك تزامنا مع مرور الذكرى الثالثة لإعلان هزيمة التنظيم في سوريا في عام 2019. هجمات جديدة لتنظيم داعش على مواقع في البادية السورية تعيد المنطقة إلى الواجهة وتجبر أصحاب النفوذ فيها على إعادة حساباتهم بدقة. من جهة أخرى، تمكنت صواريخ دفاع جوية سورية من التصدي لقصف إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية وبعض النقاط في العاصمة دمشق، أدى إلى مقتل مدنيين. فالملف السوري في الساحة الدولية، وعلى الرغم من المحاولات لتقدم عجلته في المفاوضات، لم يشهد أي تطور ملحوظ نتيجة انعدام الاهتمام الدولي وتركت سوريا لعبث تنظيم داعش الإرهابي من جهة والضربات الإسرائيلية من جهة أخرى. برحب من جديد بضيفي في الاستوديو دكتور أشرف أبو السعود، الصحفي بالأهرام. وليبيا من توتر لتوتر، كيف يؤثر هذا المشهد رئيسي حكومة على وضع واستقرار ليبيا؟ احنا ملاحظين انه ليبيا بقى لها اكتر من 3 شهور في حالة شد وجذب سياسي داخلي بين الفرقاء الليبيين. المشهد الاخير انه الدبيبة رفض انه يسلم الحكومة لفتحي باشا اللي هو كان وزير داخلية عنه. مقياسنا الحقيقي هو مجلس النواب الليبي اللي اختار سيد فتحي باشا. المفاوضات تمت بين زي ما قلت لحضرتك برعاية عربية مصر ضلعة فيها والمملكة العربية السعودية، لانه الاستقرار مطلوب. خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والفاعلين غير المخلصين، ده كان امر مطلوب علشان الامر يستقر في ليبيا. الاوضاع حاليا الى حد كبير جدا حصل هناك توافق وتفاهم على انه الشرعية لازم يعني يتم اقرارها، وانه المجلس جاء بالسيد فتحي لاستقرار ليبيا. وانه فكرة عدم ده نظرا لخلفيته الامنية. لا، والحقيقة يعني ثقل السياسي جه كده يعني الحقيقة. لا هو كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة يعني. ففي النهاية فكرة التلاسن والتطاحن، ان كل فصيل يدعمه. لماذا هذا التعنت من الديبة؟ وهل ممكن يتم الوصول لتوافق ما بين الرئيسي والوزراء؟ هو حصل توافق، هو التعنت لانه في زي ما بقول لحضرتك اطراف بتصر على انه لا يترك هذا الامر، لانه لو تركه فليبيا ستضيع، وبالتالي يظل الواقع الليبي متأزم، الواقع السياسي متأزم، ليس فيه حراك. احنا مفهوم مين الاطراف اللي بتلعب في القصة دي. الاطراف الخارجية بتغذي اطراف او انصار كلا الطرفين. طب هل احنا باتجاه حل ولا باتجاه تصعيد وعدم استقرار امني من جديد وتفاقم ارهاب تاني وهذه الدايرة المفرغة؟ لا ان شاء الله ما فيش. لا، سيتم التسليم، الوضع هادئ الى حد كبير، الجهود العربية مقنعة جدا. كمان الدبيبة مش المفروض انه يعني هو متخوف بانه هو يتم اقصاؤه بشكل كبير جدا. لا، هي القصة مش كده. القصة ببساطة شديدة جدا انه الانتقال السياسي ينبغي ان يكون سلسا، لانه الاوضاع على الواقع او على ارض الواقع شديد التعقيد. وبالتالي فكرة ان احنا هندخلها بشكل قبلي ده امر خطير. هي المشكلة الاساسية في ليبيا بالضبط. فبالتالي حصل توافقات بانك انت موجود، ولكن مش موجود بقوة السلاح، لكن انت موجود بان لك دور تؤدي دورا مع الحكومة الجديدة بقيادة السيد فتحي. وانه فكرة انه انا اجي بميليشيات خاصة بي تحميني وتحمي قراراتي، هذا امر غير مقبول.
نعم. وهو ده التوافق اللي حصل. فخلال الساعات القادمة إن شاء الله سيتم انتقال هادئ حتى يمكن أن تعود مرة أخرى ليبيا لتقف على أقدامها وتسير وتكون إضافة للصف العربي. يعني حالة عدم الاستقرار دي التنحر يشبه كثيرا ما يحدث في سوريا حاليا، وعودة جديدة للدواعش من جديد، داعش الجديدة. كيف ترى هذا؟ شوفي حضرتك، اللي بيحصل في سوريا وفي ليبيا هو ضرب لمصالح عربية ومصالح دولية. مين بيدعمها ومين المستفيد من عودة داعش مرة أخرى؟ شوفي حضرتك، المستفيدين كتير. إحدى الدول، إحدى القوى العظمى هي مستفيدة تماما، لأنه خلينا علشان نقرأ المشهد بشكل صحيح، في حاجة اسمها خريطة النزاع أو المصالح الدولية. هذه الخريطة تسيطر عليها القوى العظمى. كل فرد في هذه القوى شايف ان هو المفروض هو اللي يكون له السيطرة، وبالتالي طوال الوقت تكتشفي ان الولايات المتحدة الامريكية بتتواجد في اماكن تتواجد فيها روسيا والصين. نعم. علشان تضعف الوكالة، يعني علشان تضعف المناطق، قدرتك على السيطرة على مناطق النفوذ. نعم. اللي حضرتك بتتمنيها. وفي المقابل نجد ان سوريا ان روسيا والصين بتتواجد هي كمان في مناطق المصالح الأمريكية. فالصراع في النهاية هو صراع دولي بين قوى عظمى، الخاسر فيه كل اصحاب الملاعب التي تلعب فيها تلك الدول العظمى. فالحقيقة كمان ليه هو داعش في سوريا؟ كلما يحدث تقدم في الملف السوري ويستطيع السوريون المخلصون السيطرة على بعض المشاكل، ده لا لا لا, لا يعجب القوى العظمى، بعض القوى العظمى وبعض الفاعلين الدوليين، فبيدفعوا ببعض المرتزقة او يحاولوا يقللوا من جودة وصلابة الموقف السوري. ده برضو فتح الأمر، ليس داعش فقط لكن انتهاكات إسرائيلية مستمرة مش في سوريا بس لكن أيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. قبل أن نختتم حلقتنا بنستعرض آخر تطورات العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا. فقد انطلقت في تركيا محادثات ما بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أول لقاء بينهما منذ بدء العمليات العسكرية، ذلك بعد اتفاق موسكو وكييف على وقف لإطلاق النار مدته 12 ساعة خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباحثات. أكد لافروف أن الاجتماع تناول الإجراءات العسكرية بخصوص استخدام متطرفين للمدنيين في أوكرانيا كدروع بشرية، وأضاف أنه تم تذكير الجانب الأوكراني بأن موسكو قدمت اقتراحات للحل تنتظر ردا عليها، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر تسليم أوكرانيا شحنات أسلحة أمرا خطيرا. من جانبه أكد وزير الخارجية الأوكرانية أنه لم يحدث خلال المحادثات أي تقدم على صعيد وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن لافروف لم يلتزم بإقامة ممر إنساني في ماريوبول. بالوضع في أوكرانيا بختتم حلقتنا للنهاردة من نهاية الأسبوع. شكر كل الشكر لضيفي في الاستوديو دكتور أشرف أبو السعود الصحفي في الأهرام. بشكر فريق الإعداد وفريق العمل. الشكر موصول مني ولكل من تابعنا. شكرا لكم.